أعزائنا عائلاتنا في هذا الحدث تيدكس خرطوم ومن. كان معاي زملائي لاعبات
لقوا أسماء كبيرة أكيد في يوم من الأيام في زمن ذاك الناس كانت بتعرفون. وبعد كده ابتديت أدخل الدورات المدرسية وأشتهر بالذات لما الطلبة يمشوا ويشجعونا داخل الملاعب بشيل الكورة وأطير بها كده زي الزول يعني ما حاسي إلا بفرحة الدنيا كلها. بعد كده جي في المرحلة اللي هي بتهم كل فتاة أو كل امرأة دقلة دقلة بقى ماشي مع الرياضة دقلة كيف؟ حبيت إنسان كان طالب في كلية الطب حبيته زي ما حبيت الرياضة صدقوني بس هي أكثر شوية. وقررت اني انا وهو نتزوج ونقف ضد الناس دي كلها. ابويا وامي للمره الثانيه عارضوا هذا الزواج، مش عارضوا الرياضه كمان عارضوا الزواج. لكن انتم لاحظتوا في حياتي الاصرار والعناد، لما اكون عايز الشيء بحققه. فوقفت للاسف الشديد، هي يمكن كلمه صعبه، قصار ابوي وامي، قلت لهم الشخص ده انا بحبه، انا عايزاه، انا اخترت انه يكون شريك حياتي زي حلم اي بنت في الحياه بتحلم بهذه الحياه. وفعلا اتجوزت لان والدي كانوا يحبوني بالذات ابويا. وسافرت معاهم للقاهره عشان نكمل كليه الطب بامان. وقفت معاه الخمسة والستة سنين دي أنا بتعب فيه وبعمل له سبورت لحد ما نجح بامتياز في كلية الطب، ومنها رزقت بابني الوحيد اللي جبته في الدنيا، طلعت له في الدنيا ما عندي غيره. ورجعت السودان أنا وزوجي وطفلي وابني الوحيد، وعشت معاه 8 سنين. كانت 8 سنين دي بحلوها وبمرها، يعني على قدر ما عشت الفرح عشت الحزن. وبدت فجأة بعتنق المذهب القبطي الأرثوذكسي، لا يوجد لدينا طلاق في الديانة المسيحية، يعني ما عندي فرصة تاني لزواج مرة أخرى. إذا انفصلت خلاص أنا بكون مفصولة كده طول الحياة، ما عندي أي فرصة تاني لرجل إنه يكون تاني زوج تاني. دي الصعوبة الأولى. نمرة 2، ما بكذب عليكم ما كنت بملك أي شهادة في يدي، ما عندي شهادة. انتوا عارفين ان المرأة سلاحها في شهاداتها، وما عندي اي عائد مادي في جيبي عشان اواجه به الحياة. والصعوبة الثالثة، للأسف الشديد كان ابني عمره 13 سنة، وخرجنا انا وهو من البيت لانه هو صمم ان يمشي مع امه. فكانت الصعوبات دي موجوده قدامي 3. لكن قبل ما اطلع وافتح الباب وانا ماسكاه كان في كلمات قال لي شريك حياتي، بصيت له كده وقال لي انت ما حتنجحي في حياتي، انت ما حتنجحي وحتفشلي ولدك معك. تفتكروا كلماتي ما كانت مؤلمه لاي امراه؟ كانت مؤلمه، لكن صدقوني كانت حافز لي. كنت مصرة لهذه الكلمات اني احقق النجاح. احقق النجاح بدون رجل، امرأة لا تملك في ايدها اي شيء. خرجت فتحت الباب بتاع البيت، عارفين زي شنو؟ زي انت بتغرق في بحر. بلت انزل عم فيه،
يا اخوان انا ما عندي اي مقومات بتاعت سباحه، ما عندي فكره عن السباحه في بحر الحياه، ما عندي اي ادنى اني انا لو نزلت في المويه دي حتطلع ضمن الامواج تحت الدنيا حاغرق، معناتها انا مش اعوم ضد التيار. ومشيت عشان قررت اني انا اعوم ضد التيار، وسلكت حياتي انا وابني. كان جوايا الحلم الكبير، كان جوايا الحلم، حبي للرياضه، عشقي ليها، مش حب، عشقي ليها. وفعلا انا وابني سكننا في بيت صغير متواضع، وعشان الحياه تمشي كان عندي شويه ذهبات بفكها كل شهر عشان نقدر ناكل ونشرب منها. انتوا عارفين صار ما عنده قروش حياكل ويشرب كيف؟ العربيه بدون بنزين بتمشي؟ ما بتمشي. فالحياه ما كانت ممكن تمشي بدون قروش. فعلا مشيت في حياتي ووجدت وظيفه في مركز تجميل. اوبا، مركز تجميل. وقررت برغم احترافي من جواي اني انا امشي في الوظيفه دي عشان انا وابني نعيش حياه كريمه، عشان نقهر الالم، عشان نهزم الظروف. ومشيت في الوظيفه دي واشتغلت فيها 5 سنين. تخيلوا لما جو يصرفوا لي المرتب الاول ادوني طبعا 700 جنيه، كنت فرحانه شديد لانه في يدي بقت في قروش، في يدي بقى في سلاح، انا وهو ما حنخاف ثاني. ليه؟ لانه حنقهر الظروف الصعبه. ابتدينا نقهر الظروف الصعبه، مع انه ده ما كان حلم حياتي. حلم حياتي كانت الرياضه. وفعلا ابتديت ال5 سنين دي اثبت وجودي في شغلي، مع انه للاسف ما كان لا الامل الجوال. لكن فجاه ابتدى المارد الجوال يصحى. ما ده ما محلي. ما انت عايزه تبكي كوتش؟ انت عايزه تبكي معلمه للاجيال؟ انت عايزه تبكي في 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 العالم ده اللي تدرسي فيه الرياضه. وفعلا وقفت شغلي في هذا المركز بتاع التجميل، وابتديت اجري اسوق الاتحاد السوداني بتاع الباسكت، الكورسات بتاعته وين؟ فعلا جو الايرانيين واخذت اول كورس في جمهوريه ايران، وطلعت الأولى على المدربات، على المدربات بتاع السودان. كنت امرأة اثنين بس، احنا بنات معنا 70 رجل، 70 مدرب. وكانت الكوتش تحتي اسمها فاطمة، بعد الجواب لاتحاد السلة السوداني انها تعمل مذكرة انه كوتش معها من المدربين الممتازين. وفعلا ابتديت اسلك في برضو، اخذت كورسات من جمهوريه مصر العربيه في تنظيم الاداره وتنظيم المهرجانات، وابتديت اسلك. لكن مسكت المدارس الصغيره، اولادي هسه صغار وكبار، ابتديت بالمدارس الصغيره، ابتديت اسلك في المدارس، مسكت مدرسه والثانيه والثالثه لحد ما بقيت المدربة بتاعت منتخب السودان اللي بيمثل البلاد في التنافس عالميا. بعدها ابتديت، جات الدولة طبعا وكرمتني في عيد الأم كأحسن أم وكأحسن امرأة رياضية. جمهورية مصر العربية. ومن الطريف طبعا السودان كان أول بلد حيكرموه، فأول ما قالوا كوتش معها ملاك، فطلعت في المنصة عشان آخذ الشهادة تحت هناك، لقيت المصريين بيصدقوا لكن كنت داشين بيضحكوا، ده اللي بيضحكوا ليه؟ لأنهم كانوا عايزين رجل وليس امرأة. وسلكت في مجال الرياضة لحد ما انتخبت في اتحاد السلة السوداني كرئيسة لجنة الناشئين
والرائدات ومن ست المنظمات التطوعية الخيرية اللي هي المتشردين عشان نعلمهم الرياضة عشان نقويهم. وسألت ومشيت، قال في حاجة كنت عايز أقولها لكم، كنت دائما بالليل بشوف النجمة فوق، أقول لما الولدين كنا نايم بقول لها يا ترى أنا حابة زيك في يوم من الأيام، حابة صار كده معروفة والحمد لله. نشكر الله كثير من كفر معاي. واللي أنا عايز أقوله لكم إن المرأة أبدا ما تضعف، إن المرأة سلاحها في إيدها، ما ننظر للوراء، غير ناظرين إلى الوراء بسلاحي بقوتي بإرادتي. When there is a will there is a way. النجاح اللي انا فيه بعد الالم بعد الدموع بعد الضحك لابني الوحيد ولكل اولادي ولكل اهلي واصحابي وكل الناس اللي بيحبوني.